برنامج جديد بعنوان النبش في التراث الأمازيغي مع الفنان مولاي محمد دامو في موقع أحداث أنفو. بالنسبة للرواد القدام اللي غادي نذكروا في هذا المنبر، لأن أي رائد وأي رئيس وأي فنان اللي خلى التاريخ ديالو راه التاريخ ديالو كدوي عليه ما يمكنش ننساه. الرئيس الحسين جانتي، الرئيس الحسين جانتي اللي حتى هو كينتمي لمنطقة شتوكا أيتباعها، لأن ما كنقول دائما حنا عندنا ديك المنطقة ديالنا ديال أشتوكن راه واحد العين ديال الرواد، لا في الشعر ديالهم ولا في الموسيقى ديالهم ولا في الألحان ديالهم، لأن عندهم بعض الألحان يعني حنان، يعني كنكون واحد المنطقة ديال شتوكا كتمتاز بهاد الرواد ديالها، حتى في النطق ديال الرئيس وكيفاش كيغني. لا لاحظتي دابا داك اللي دوينا على الرئيس الحسن به كيفاش كيغني، وكاين الرئيس العربي كوغريس حتى هو، وكاين الرئيس عايده شتوك حتى هو الله يرحمه، لان كلهم هاد الرواد من هاد المنطقه. وكاين حتى بالنسبه للالحان ديال واحد النوع ديال احواش اللي كتسميوه اجمك، فرقه احواج اجمك اللي هو معروف خاصها في المنطقه، للاسف ما معروفش على الصعيد الوطني واللي ما لا على الصعيد الدولي، ولكن للاسف الله يجيب لي شجاع هذه الثقافه. الرئيس الحسين جانتي، انا كان عندي واحد البرنامج في الاذاعه، اللي هذا البرنامج كان عندي من 2005 حتى 2008. هذا البرنامج اللي كان عندي في الاذاعه الجهويه ديال الدار البيضاء اللي كنت متعاون فيه، وهذا البرنامج كنديرو حول الثقافه الامازيغيه بما فيه الريف واطلس وسوس. كل اسبوع كنحاور شي ضيف من هذه المناطق، اللي هو سواء شاعر سواء فنان سواء ممثل. دائما الحلقات ديالي كندير فيهم كل نهار، كل اسبوع كان عندي برنامج اسبوعي كندير فيهم واحد العدد ديال الرواد. وجات واحد النوبه استضفت واحد الرئيس، وبقينا درنا واحد الحلقه على الرئيس الحسين جانتي. قلت له ندير واحد الحلقه على الحسين جانتي وانا باقي ما عنديش عليه المعلومات. قال لي الحسين جانتي من شتوكا يتباعها هكاك. قلت اول سؤال عطيته، قلت له الله يخليك انا غادي تعطيني دابا منين جات هذه السميه، الحسين راه شلح وجانتي فرنسيه، منين جات هذا جانتي؟ قال لي ودي الرئيس الحسين جانتي يعني في دي زاني 30، يمكن في ايام الاستعمار كان خدام وقيلا في شركه نصارى ولا فاسميتو، ولكن قال لك بقوه الطيبوبه ديالو وبقوه اي حاجه فهمتوا كيقول او لي جانتي او جانتي فوزيت جانتي تري جانتي، عرفتي هنا سبحان الله. وهذا الرائد اللي قال سميتو يعني كان عايش معاه، يعني عارف هاد السميه ماشي مزيفه ولا، ولكن انا ما عنديش عليه المعلومات بزاف، وكان بعض الناس اللي عايشين معاه، ولكن كما كيعودوا على الرئيس الحسين جانتي كان من اكبر المقاومين الرواد، لان كان كيوصل واحد الرساله ديال المقاومه فعود كيوصلها بكلاجينكوف ولا بالقنابل، كيوصلها بطريقه فنيه، كيوصلها بالوتار وكيوصلها بالرباب وكيوصلها بالهضره، لان هذيك المنطقه كلها كانت في ذاك الوقت هذوك الناس اللي كانوا عايشين معاه. الرئيس الحسين جانتي كان كيدير كان خدم مع نصارى، ولكن ملي شاف نصارى بغاو يحلوا المغرب وكيتعدوا على المغرب وداك الشيء ولا ضدهم ولا مقاوم، ولا مشى المنطقه ديال انزكان ولا اكادير في هذاك الوقت كما كيعودوا لي الناس اللي كانوا عايشين معاه، كيدير الحلاقي، ومن الحلاقي كيرسل الرساله اشنو خصو يدار، اشنو خصو ينفذوا هنا، اشنو خصو ينفذوا هنا، فهمتي اشنو خصو يديروا هنايا، فهمتي الوطن ديالنا الملك ديالنا خصنا ندافعوا على البلاد ديالنا. جاو البرقاقة ديال النصارى بلغوه شدوه النصارى داروه في الحبس مرارا وتكرارا، طلقوه وقالوا لي
غادي تمشي تدخل سوق راسك ولا كيخرج من الحبس في العشيه الغدا كيمشي يدير الحلقه كيقول له ما حنا وطننا وملك ديالنا وبلادنا ديالنا ما تدخلوش فيه بغيتي تقتلوا نقتلوا هنا شوف باش كنشوفوا هذا الرواد اللي عطاو في هذه الساحه اللي كاين الاساس ما كاين حتى الشارع في سميتهم ما كاين حتى زنقه في سميتهم ما كاين حتى مسرح في سميتهم ما كاين حتى شي حاجه في سميتهم لا هذا هو ولكن كما كنقولوا دائما حاجه الا خصها كانت القاله انسان اللي كنقولوا حنا غير يكون وطني ويكون محب للوطن وفيما فيما فيما جات الفرصه غادي تنفع هنا فاش كنقولوا مدرسة حسين جنطي ربما هذه الهضره اللي كنقول غادي يسمعوها واحد العدد ديال الناس اللي ربما راه دايرين عليه البحث وعارفينه ونتمنوا ان شاء الله حتى الا خصنا شي معلومات اخرى زودونا بها ان شاء الله حتى نوصلوها لكم ان شاء الله هنا ونقدموها عاوتاني للجمهور.